الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تواصلا مع درسنا السابق في شروط وجوب الصوم مع شروط صحته، وقفنا في الإطاقة. وقفنا الإطاقة تنقسم إلى قسمين، حسية وشرعية، وأسلفنا أن الإطاقة الشرعية هي خلو المرأة عن الحيض والنفاس، فلا يصح للمرأة أن تصوم وهي حائض، بل لا يجوز لها، بل يحرم عليها، لأنها تتلبس بعبادة فاسدة. لا يحق لها أن تتلبس بعبادة فاسدة. وقد أسلفنا أن إمساك الحائض والنفساء بنية الصوم حرام. فإذا قالت ليست عندي شهية، قالوا إذا لم تكن هناك نية فلا بأس، لا يلزمها أن تأكل الحائض ولا يلزمها أن تشرب، ولكن لا تمسك بنية الصيام. أما إمساكها بدون نية هذا مسألة ثانية. لهذا هذا يسمونها إطاقة شرعية، أن تكون خالية من الحيض والنفاس. فإذا كانت وجدت عندها هذه الصفة، يعني هذا المسألة حيض أو نفاس، فلا يصح منها الصوم، ولكن يلزمها القضاء في أيام أخر. أيام أخر. قالت السيدة عائشة في صحيح، كما روي في صحيح الإمام البخاري، قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة لا الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر. لأن لماذا قالوا أهل العلم؟ الحكمة، دائما يكون الحديث فيه الحكمة، والمسألة الفقهية تعليل علة. هنا الحديث ما الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة أنه يكثر على المرأة، يكثر على المرأة ترك الصلاة. كم كل شهر لها دورة، كم صلاة ستكون؟ إذا كلفت قضاء الصلاة يصعب عليها. لهذا الشارع قال يحرم عليها قضاء الصلاة، خلاف بين ابني حجر والرملي. والرملي يقول السهم على الكراهة، حجر يقول لا يصح قضاء المرأة الحائض الصلاة. أما بالنسبة للصوم، لكونه شهر في السنة يلزمها القضاء، يلزمها أن تقضي الحائض صومها والنفس في أيام أخرى، لأن وقتها غير قابل للصوم. هذه يسمونها الإطاقة الشرعية. أما الإطاقة الحسية للمرأة للصائم، الإطاقة الحسية هو ألا يكون مريض. إذا كان مريض لا يستطيع. ما هو المرض؟ قالوا أهل العلم المرض الذي يبيح الإفطار. كل مرض أباح التيمم، كل مرض أبيح له أن يتيمم أبيح له الإفطار، يشق معه الصوم، يشق معه الصوم. اللهم إنه هل يلزم الإفطار أم لا يلزم؟ إذا كان يعني ليس مؤدي للهلاك هذا المرض، إنما مبيح. ابن حجر يرى أنه يلزم، لكن الإمام الرملي قال مبيح الفطر، مبيح الفطر، يعني يباح له أن يفطر، يبيح الفطر، يعني إذا وجدت ما يبيح الفطر من أمراض يباح له الفطر، وإذا ما وجد ما يهلك الإنسان يلزمه الفطر، لأنه وإن صام صيامه صحيح لكنه يعتبر عاصي. لماذا تهلك نفسك؟ يقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا الإنسان مريض أعطاه الله الرخصة في الإفطار، قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من يريد الله بكم اليسر. هذا كلام من مولانا جل وعلا. إذا ما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. الآية اللي قبلها من كان منكم مريضا، من كان منكم مريضا. هذه الآية تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يشك على عباده في أداء هذه الفريضة العظيمة المباركة، إنما إذا كان الإنسان يستطيع أن يصوم وعنده مبيح له التيمم، مبيح الفطر، يجوز له
أن يصوم ويجوز له خلافا للإمام ابن حجر أن يفطر. هذا كلام الإمام الرملي. وإذا كان ما يؤدي لهلاك من الأمراض قالوا يحرم عليه، لكن إذا صام صومه صحيح. لو صام المريض قال أهل العلم صومه صحيح حتى ولو كان مريض يؤدي مرضه إلى الهلاك، هذا بالنسبة للصيام صحيح. لكن هل يباح له الفطر؟ نعم يباح إذا كانت يشق معه الصوم. وقالوا المرض الذي يبيح له التيمم، كل مرض أبيح له التيمم شق معه الصوم يعني يجوز له أن يفطر، يجوز له ثم يقضي في أيام أخرى. هذا يسمونها الإطاقة الحسية. لا يطيق، لا يطيق الإنسان، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن يشق على نفسه لا. ولكن الله أعطانا الرخصة في هذا كما نص عليها في كلام الله سبحانه وتعالى، في كلامه سبحانه وتعالى. ثم أن الإنسان إذا كان مريض مطبق، كيف مطبق؟ يعني مرضه دائم لا ينقطع. قال الطبيب هذا لا يمكن أن يصوم أبدا، بقول الطبيب العدل هذا لا يصلح للصوم، لا يمكن، لا يستطيع، أو هذا لا يمكن، لا يعني لا يصلح له الصوم إطلاقا إلى الوفاة، لأن مرضه مؤبد دائم. فهذا ما عليه صوم، إنما عليه أن يخرج كل يوم مد بعد غروب الشمس، يعني بعد الأذان يخرج مد من الطعام، وإذا أخرها آخر يوم رمضان 30 مد يجوز له. ومثله الشيخ الهرم، وهذا تؤيده أو هذا المسألة يؤيده قراءة ابن عباس. ابن عباس قرأ قوله تعالى وعلى الذين يطوقونه، قال قراءة ابن عباس، نحن نقرأ قراءات المتواترة يطيقونه، ابن عباس قرأ وعلى الذين يطوقونه يعني يصومونه بتكلف، ماذا عليهم؟ فدية طعام مسكين. ما عليك صيام، أنت الذي تصوم متكلف، وهو الشيخ الهرب العجوز. العجوز يطلق على المرأة، على الذكر والأنثى، على الرجل والمرأة. العجوز إذا بلغ في السن، دخل في السن شيخوخة، ما يعني يصعب معهم الصيام، يجوز لهم أن يخرج كل يوم مد بعد الغروب، وإن أخروا آخر يوم لا بأس. والمريض الزمن، يسمى عند الفقهاء الزمن، يعني الذي دائما معه المرض، قال الطبيب صعب ما يشفى هذا، لا يشفى. هذا كله يعني عند الله الشفاء، لكن نتكلم على مسألة فقهية، نحن نتكلم، يقول الفقهاء يتكلموا عن مسألة فقهية، تجارب إخبار الطبيب العدل، قال مثل هذا المرض لا تشفى وينبغي أن يأكل دائما، خلاص يخرج كل يوم مد. لكن لو شفي كرامة عند الله سبحانه وتعالى، أكرمه الله، هذه مسألة هل عليه أن يقضي؟ قال لا، لأن الأصل أن الإنسان إذا كان مريض زمن يخرج مد، وإذا حصل الأمر الخرق للعادة هذا ما يلزم القضاء. لكن المريض الذي مرضه مؤقت كسائر الأمراض الموجودة الآن مؤقت، يعني هذا يلزم، وقالوا يجوز له الفطر إذا كان مرض مبيح، ويقضي في أيام أخر أيام. لهذا يسموه هذا الشرط، يسمى الإطاقة، شرط الإطاقة. أيضا من شروط الصوم، تكلمنا عن الإطاقة وعن الإسلام وعن البلوغ، وأن يكون الوقت قابل للصوم، قالوا أهل العلم من شروط الصحة. فلا يصح أن يصوم في يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ولا يصح صوم يوم العيد، يعني الوقت غير قابل للصوم، يومي العيد يعني يوم عيد الفطر الأضحى، قال ولا الوقت غير قابل للصوم، ولا أيام التشريق عند الإمام الشافعي وغيره، لإما خلاف الإمام مالك للذي عليه تمتع، الذي تمتع عليه صيام يصوم، لكن غيره قالوا نعم عند الشافعي يحرم صيام هذه الأيام، أيام أكل وأيام شرب، أما غيرها من أيام رمضان أيضا لا يقبل غير رمضان، رمضان لا يقبل، لو قال بقضي أنا في رمضان عن رمضان الآخر ما يقبل، رمضان لا يقبل غير رمضان، لا يقبل رمضان إلا رمضان، لهذا لا يصح صيام في رمضان إلا صيام رمضان. هذه من تكلمنا من شروط الوجوب، بعض طبعا ما يعني ما قمنا ب يعني الكلام عليها كلها، لا بعضها.
ثم ننتقل على الكلام على أركان الصوم، لأن العلماء دائما إذا جاءوا على تكلموا على مشروعية على فرض من الفروض تكلموا على أركانه، تكلموا على شروطه، تكلموا على مبطلاته، ثم يتكلمون على السنن حتى يكون عند المسلم صورة كاملة عن هذه الفريضة، صورة كاملة عن هذه الفريضة التي سيدخل فيها أو سيعمل بها، مثل الحج والصوم وغيرها من الصلاة. أما الصلاة فنحن كل يوم، لكن الإنسان لما بعدوا عن مجالس العلم ربما يرتكبوا الأخطاء لكن لا يبالون بها، لأنه ما يعرف الخطأ من الصح إلا من قرب إلى مجالس العلم. قال أهل العلم أركانه ثلاثة، كلها جمعوها من خلال شريعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، من خلال الكتاب والسنة، هذا يسمونه زبدة الكتاب والسنة، الفقه زبدة الكتاب. يقول النبي في الحديث الصحيح: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. معنى هذا منطوق الحديث، مفهومه أن عكس، إذا الله لم يرد بالإنسان خير جهله بالدين، ما فقهه، جعل عنده شيء من الجهل بالدين. لهذا ينبغي أن يكون عندنا العلم، كلما وجدنا مسألة يعني هرعنا إلى مجالس العلم وأخذناها تستمسكنا بها وعملنا بها حتى يكون ما شاء الله تكون عبادتنا على علم وعلى نور. هذا قالوا أركانه ثلاثة. الأول النية، هذه النية يقول الإمام الشافعي أنها تدخل في 70 باب من أبواب الفقه، 70 باب من أبواب الفقه هذه النية. وقد عدها الإمام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر بابا، لا مبالغة في ذلك، ليس أن الشافعي بالغ، لا، بل عدها الإمام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر قواعد الفقهية بابا. ولهذا من عمدة الدين يقولون 4 حديث من ضمن هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيره من أهل السنن، قريب. ولكنه كما الإمام البخاري سئل قالوا أن الإمام البخاري بدأ صحيحه بغريب وختم صحيحه بغريب، فقالوا: كيف يا إمام تبدأ صحيحك بغريب وقل غريب ما رواه فقط وتختم صحيحك بغريب؟ قال الإمام: نعم، هذا من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. شوف كيف، لأخذ هذا بدأ صحيح بحديث غريب: إنما الأعمال بالنيات، وحدثه وختمه بحديث غريب وهو حديث: كلمتان حبيبتان الرحمن خيرتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذا حديث، نحن نتكلم على الحديث هذا: إنما الأعمال بالنيات. هذا قالوا يدخل في 70 باب من أبواب الفقه، مش واحد واحد. ولهذا الصوم له حظ من هذا الشيء، النية، النية محلها القلب، ولهذا نحن ما نقول أن محل النية اللسان، إنما محلها القلب، النية محلها القلب. والإنسان إذا أراد تلفظ، قالوا لمذهب الإمام الشافعي يقول التلفظ بها سنة، غير خلافا لمذهب الإمام مالك يقول أنه لا يندب التلفظ بها، لا يندب. الخلاصة نحن الواجب هو أن نستحضر بقلوبنا الصوم، استحضر بقلبك أنك ستصوم غد عن رمضان، تستحضر النية بصفاتها الواجبة غد عن رمضان، هذه الصفات النية الواجبة تستحضر. قال: أنا تسحرت، السحور ما يغني، قال أهل العلم السحور لا يغني عن النية، فلا بد من استحضارها بقلبك عند السحور، يكفي أن تستحضر النية وقتها، قالوا أهل العلم من حين الغروب، هذه مسألة فقهية، وقت النية من حين تغرب يعني يؤذن المغرب، المجال واسع إلى قبيل الفجر، المجال واسع لاستحضار النية، فليس أن النية محصورة عند طلوع الفجر قبل طلوع الفجر، لا لا، مع أن العبادات كلها النية عندها عند دخول العبادة، يعني متى يقولون متى وقت النية؟ وقت النية أول العبادات، إلا باستثناء الصوم والأضحية، زكاة، خلال الزكاة والكفارة، 4 عبادات. بالنسبة للصوم جعل الله هذا العزم، إذا وجد هذا الاستحضار والعزم من أول يوم، من هذا أتكلم عن المذهب الشافعي، من أول الليل يكفي، لكن بشرط ألا يحصل فيه رفض للنية، ألا يحصل فيه
خروج عن النية. ما هو الذي يبطل النية؟ قالوا أهل العلم يبطل النية، الذي يبطل النية هو هما أمران. ما هما؟ يعني بالليل رفض النية والردة، نسأل الله العافية والسلام. أما لو نوى وأكل وشرب ونام وأتى أهله، كل ذلك لا يبطل النية. لكن لو رفضها، قال أنا سأسافر بكرة ما بصوم، واعتمد على النية التي نواها قبل الكلام، هذا بطلت النية، لأنه هذا يعتبر رفض. المسألة الثانية إذا ارتد، نسأل الله العافية والسلام، النية تبطل. هذا بالنسبة نتكلم على بطلان النية ليلا. لكن لو أكل أو شرب أو طعم ونوى من المغرب، النية باقية. النية لأن ما دام استحضرها محلها القلب، وجود استحضارها عنده. ولهذا السلف الصالح في هذه البلاد كانوا يعني يحثون العوام في المسجد بعد المغرب، بعد الإفطار، وبعد صلاة العشاء، بعد التراويح، وعند كل ذلك تذكيرا لهم، تذكير. هذا مذهب الإمام الشافعي، نتكلم على مذهبنا وهو السائر في هذه البلاد، وهو السائر مذهب الإمام الشافعي رضوان الله عليه. أما مذهب المالكية ومذهب الحنفية، المالكية من أول ليلة يكفي نية واحدة من أول ليلة للشهر كله. الإنسان يستحضر تلك النية حتى إذا نسي يحصل على الفضل. وأما الحنفية فعندهم حتى ولو بعد الإشراق قبل الزوال، مثل النفل. نتكلم على مذهبنا. ومذهبنا بالتبييت، قول النبي صلى الله عليه وسلم دليله: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فإذا لم يحصل تبييت، هذا النبي نفى، وستحمل يحمل النفي على الحقيقة، ما لم يأتي دليل يخرجه عن الحقيقة. لا صيام يعني لا صيام صحيح لمن لم يبيت النية من الليل يستحضرها، توجد سواء تلفظ أو لم يتلفظ. لكن نحن نتكلم على مذهبنا الشافعي كما المنصوص في كتب المعتمدة في كتب المذهب، فإنه يندب التلفظ بغض النظر عن من يتكلم أو يشتم. أو نحن ما ندخل في هذا الكلام، نتكلم على مذهب واسع يعني حرره أئمة كرام، علماء جيل عن جيل من العلماء ألف أفاضل الذي تواتر نقلهم عن هذا الإمام رضوان الله عليهم، يكفينا هذا الكلام. ولهذا الإنسان يندب أن يأتي بالنية، كم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان في هذه السنة لله تعالى. زاد بعض الفقهاء يقولون إيمانا واحتسابا، إذا أتيت بهذا النية وقلبك مستحضر يكفي، فقد جمعت خليت من خلاف جميع العلماء، خليت من خلاف جميع العلماء. هذا بالنسبة استحضار. لكن لو أن الإنسان نسي النية، ما الذي يلزمه؟ قالوا يلزمه الإمساك، وفوق ذلك يلزمه القضاء. قال أنا ما أدري، شكيت نسيت، كيف سنسيت؟ أنا ما أدري، كيف ما تدري؟ إذا شكيت يعني بعد أثناء النهار أنك نويت ما نويت، تذكر ما نويت ما نويت. إذا لم يتذكر إداء يلزمه القضاء، يلزمه أن ما نوى ولا ما نوى، يلزمه القضاء وعليه الإمساك. أو نسني ما نسي يعني ما تذكر إلا بعد الفجر، يلزمه القضاء والإمساك. الإمساك والقضاء، الإمساك ثم القضاء. هكذا يبقى الإنسان خلاص يقول أنا اليوم باطل بأكل، لا يحرم عليه الأكل، يحرم عليه الشرب. هذا بالنسبة للنية. النبي إنما الأعمال يقول بالنسبة لتلفظنا بالنية، فقد جاء في أحاديث صحيحة كما في أبي داود والدارقطني ذكرها الفقهاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ. بل في صحيح الإمام البخاري كان النبي في غير من الصحة، أما في صحيح الإمام البخاري في الحج قالوا أهل العلم أن جاءني جبريل وقال قل في وادي العقيق، قل يا محمد حجة في عمرة، قل. هذا قل معنى تلفظ، إيش معنى القول؟ بالقلب، لا 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 تلفظ. طيب هذا الحج ما دخل الصوم، عندنا قاعدة فقهية، قواعد الفقه الإمام الشافعي يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا عند الشافعي القاعدة. اللفظ عام، وإن كان السبب خاص مثلا في الحاج في أمر آخر، العبرة بعموم اللفظ. لفظ الحبيب صلى الله عليه وسلم عام في كل أمر تلفظ. بل كان النبي يدخل على السيدة عائشة يقول هل عندكم من طعام، فتقول السيدة عائشة لا، فيقول إذن أعقد الصيام، أعقد. هذا تلفظ، كيف تقول أنت هذا تنافي التلفظ، مع أن النبي تلفظ في بعض العبادات وقال أسلفنا القاعدة مبنية العبرة بعموم اللفظ. والفقه كله قواعد تدخل كلية تجمع
كلها مأخوذة من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.